مكملين معاكم مشاهدينا، غبقتنا من الحمرة بعد ما شفنا هذا العمل الفني الرائع. شايف عبد الله؟ والله كنا مفتقدين مثل هذا الانتاج الفني، من زمان ما شفنا مثل هالانتاج على تلفزيون الكويت. لكن تلفزيون الكويت مثل ما عودكم خلال هذه الفترة وكل الفترات ان شاء الله على الاسم اللي طلع ويانا برمضان، يحلو يمعدنا، يحلو يمعدنا اليوم هم من مجمع الحمراء. اكيد اكيد عبد الله، تلفزيون الكويت دائم يفاجئنا ويفاجئكم مشاهدينا بكل جديد وجميل. نعم، اليوم معانا ما نبي نطول على المشاهدين، مثل ما شافوا معانا عميد الصحافه الكويتيه ومن اذكى الصحفيين العرب وانشطهم ويانا اليوم. كل ما زادت خبرته زاد نشاطه. معانا عميد الصحافه بالكويت الاستاذ احمد الجار الله، حياك الله معانا في ليالي الكويت ومنورنا. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله ابو مشعل، كل عام وانت بخير. هلا هلا. شوي بعلي صوتي على اساس صوت الموسيقى اللي موجوده معانا هني والاجواء هذه اللي شايفها ويانا اليوم. صحيح مختلفه عما عن تسجيل البرامج الاخرى. نعم. في وضع مختلف الان. صحيح. قاعدين نعايشها. هذه خبقة الحمرة كذي، هذه اجواء جميله. اول شيء بنقول لك مبارك عليك الشهر وتقبل طاعتك، وانا شخصيا بسالك ايش هالطله؟ مميز حتى بذوقك ولبسك. دشداشة الشد هذه غريبة صراحة، لفتت نظري. يقولون جمال الخط من جمال النفس. الله 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 عليك. لا لما تكون النفس فيها جمال خلاص، يعني كل ما يحيط فيها جميل. أستاذنا الفاضل فعلا جميل بطلتك وجميل بحضورك وجميل في كل حضورك. أكيد عندك ذكريات جميلة مع الصحافة خصوصا في الشهر الفضيل في رمضان، حدثنا عنها. والله ذكريات، بس انت اسالي وانا حاضر اليوم على على كل يعني سنوات طويلة من العمل الإعلامي. صحيح. والاحتكاك بالناس وبالقادة، يعني لابد أن تترك بصمة وتترك يعني تاريخ مميز وتاريخ يعني الناس يمكن يلفت نظرهم وممكن أيضا يجدون فيه عبرة، يجدون فيه تاريخ معين يجدون. صحيح. يعني احنا عايشنا مراحل كثيرة مجتمعنا أو المجتمع المنطقة أو حتى بالإقليم ككل، يعني عايشنا متغيرات كثيرة فيها، عايشنا ملوك راحلوا ورحلوا، وعايشنا شخصيات يعني كانوا على السمع والبصر وبعدين رحلوا وانتهوا. احنا بنتكلم في تاريخ هذه ومشعل، يعني اليوم في شهر رمضان بالذات قضيته مره برا الكويت؟ كثير اروح. من الدول تتذكرها؟ ودور اول شيء دور المنطقه كلها. أيه. طبعا الاسبوع الاول دائما او الاسبوع الاخير يكون بالكويت، انما الوسط الايام الوسطيه هذه او في وسط الشهر أدور على المملكة السعودية، على الإمارات، بحرين، على كل ما يتعلق بالإقليم. وأيضا كنا ندور إلى مثلا دول عربية لما كان وضعها مستقر. يعني غير الخليج، شنو الأجواء العربية اللي تميل لها اليوم الأستاذ أحمد جار الله يميل لها؟ والله كنا مصر بالنسبة لنا تاريخ، يعني أنت تعيش تاريخ مصر سواء كانوا عربا أو غير عرب. ما مصر أم الدنيا على ما يقول. بعدين عندك بغداد أيام عزها، وكذا في فترات من الفترات كنا أيضا إلى ما بدأت اللخبطة فيها اللي نعيشها الآن. فهذه الدول العربية، وبعدين المغرب أيضا، المغرب العربي أيضا له حصة خصوصا في فترات سن فيها الملك الحسن الله يرحمه اللي يسمونه الجلسات الحسنية في رمضان. نعم. يستدعي ناس يتكلمون في الدين، يتكلمون
يعني جماعة أساتذة في الدين، أساتذة في الـ في الـ وش يسمونه في يعني شوف الصورة مع المشاهدين، صورة صورتك أستاذنا مع الملك، يعني نشوفها مع المشاهدين الحين. يعني هذه مع الملك حسن في القصر الملكي. نعم. في مراكش. أي سنة؟ وهذه يومها يعني كنا في مؤتمر صحفي معها، وبعدين قال لي تعال نتغدى وياي وكذا. ما شاء الله عليك بس استاذ، مو برمضان يعني. ما شاء الله عليك استاذ، ما في رئيس عربي الا حاورته بجرأة. أيه. وسلاسة وسياسة بلا شك، يعني ما في تقريبا كل الرؤساء العرب اكثرهم يعني كنا على اتصال حتى تليفونية. جميل. يعني بيجري اتصال امام اي تطور سياسي اشيل التليفون اتكلم، او احيانا هو يطلب. نعم. وطبعا تجيني اوامر تعال. خلال الشهر الفضيل قعدت على كثير من موائد الرؤساء، بس ودي اسالك تاكل عيوش؟ معنا نقصة القصة ما شاء الله عليك. أقول لك محافظ وصحتك. إيه. لا إله إلا الله. أكل بعيوني مو أكل. الله. كان زي كذا. مش بالمعدة. بالأكل بالعين ما أكل. أتمنى أشوف الطاولة كويسة وكذا، لكن ماني أكل في شو اسمها، دائما أميل إلى ما يعطيني طاقة دون أن يربكني في معدتي ولا في صحيح. في شو اسمه، ولذلك يعني محافظ على الجانب الصحي. قاعد تقول لنا الشكل هذه بس عين ما عب العين. يعني هذه صورتك، حدثنا عنها اليوم. قاعد نشوف مع المشاهدين صورتك مع الشيخ محمد بن راشد. هذه طال عمرك في دبي مول. أنا كنت قاعد أشرب قهوة، وإذا جاي محمد بن راشد الله يحفظه وسلم عليه قال تعال، قعدنا وياه نسولف. في كنت كاتب مقال قبلها بيوم، فهو قاعد يناقشني في المقال شنو اللي كتبته وكذا وكذا، فكان يناقشني. حتى قلت له يعني في المقال اللي كتبت عنه يومها، قلت له يعني ارفق فينا شوية شوية، قاعد كل يوم تطلع لي مشروع، كل يوم تطلع لك ارهقتنا ما قاعدين نلحقك. فهو قال اقعد تعال، قعدنا نسولف وياه. وحقيقة ما عرفت منه شنو سر النشاط، ما شاء الله عليهم يستاهلون. شلون؟ ما عرفت منه سر النشاط هذا وسر والله هو ما شاء الله. يمكن من الحديث الجانبية. هذا يسمونه رئيس أو قائد ميداني. نعم. مو مكتبي. صحيح. تلاقي فجأة بالمطار، فجأة في المكان الفلاني، وهذه اللي هذا له صناع المجد. نعم. في القادة هذا اللي بيصنع مجد. نعم. إنما اللي بيقعد وينتظر تقارير ويحيط نفسه بأجواء بروتوكولية ما ممكن يطلع على الحقيقة. صحيح. يعني هذا الرجل كل زاوية في دبي يزورها ويعرفها، كل زاوية يعني تلاقيه بمكان. أيضا ما تلاقيه يتابع القضايا، يتابع القضايا أيضا الإنسانية. نعم. فجأة تلاقيه مع هاك الرجل الكبير في السن في القرية الفلانية ويقعد وياه ويسولف وياه. نعم. في بعضهم فوجوا وما يعرفونه، لكن بعد ما يحجوا وياهم رجل كبير بالسن 80 سنة عمره يقول له أنا محمد بن راشد كذا، الله يسلمك كذا كذا. هم يكتشف أنه بحاجة إلى شغلة، إلى بيت، إلى كذا، وحصل هذا. هذا يعني هذا التفقد هذا من ماشي بقضية الحكام السابقين، تفقد أحوال الرعية. تلاقي يتفقد أحوال رعيته وما يجد انه منطقي يسويه. اكيد. نعم. يعني حكم علاقتك استاذ احمد بالشخصيات هذه العامه، اليوم الكويت مركز العمل الانساني، واليوم احنا في شهر رمضان شهر الخير، شلون شايف علاقه الكويت مع جيرانها الخاص بعمل الخير؟ شوف الكويت اللي انقذها حتى من الغزو، دائما يقولون
يعني دعاء الناس في شو اسمه وأعمال الخير اللي عملتها في صندوق رأس ماله 13 مليار. الكويت من بدأ النفط يرتفع يعني مليارات دفعتها الدول سواء في شرق آسيا سواء في دول عربية سواء في كذا وكذا. وأيضا الشيء الطيب أن هذه الأشياء لا تعطى للحاكمية للقادة اللي في هذه الدول صحيح. تروح للمشاريع دفعة واحدة ويشرف عليها الصندوق. إذا جانب جمعيات خيرية موجودة بالكويت حقيقة يعني تشكر. لكن طبعا احنا مرينا الآن بما يسمى الإرهاب، وهذا يعني يجب أن يكون هناك نوع من الكنترول أو نوع من التفقد الأموال هذه وين تروح. إذا بتروح للخير ما حد يقول له شيء، لكن إذا بتروح لدعم إرهاب وكذا هذا اللي العالم طبعا ضدنا فيها ما يريدون أن تكون. أستاذ أحمد الجار الله، بعيدا عن ذكرياتك الجميلة مع كثير من الرؤساء تقريبا كل الرؤساء العرب، حضرتك نشيط جدا في مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله عليك، أين تجد موقع الصحافة الورقية في عالمنا الخليجي هذه الأيام؟ شوفي هي مواقع التواصل الاجتماعي حتكون داعم للصحافة. نعم. يعني أنا بقول لك احنا مثلا في فترة من الفترات يصعب علينا التوزيع في مثلا المغرب، يصعب علينا التوزيع في مصر. الآن أنا جريدة السياسة على الواتساب بتصل كل المصريين اللي أنا أريد توصل لهم الساعة 11 بالليل، الساعة 11 عندهم صحيح. نفس الشيء في المغرب، نفس الشيء في كذا في دول أخرى. يعني بالسابق أيضا كانوا يعتمدون على المواقع. أذكر إحنا بنكتب أحيانا خبر بالسياسة ضمن المواقع اللي ما كانت متطورة كما هي الحال الآن، كنا نلاقي من يدخل على الموقع من أستراليا، ما شاء الله، من أمريكا، من شو اسمه، يعني أنا بذكر خلنا بقول لك لما نكتب أحيانا عن مثلا حوادث في لبنان ألاقي الموقع زوار عليه من أستراليا، طبعا كلهم لبنانيين صحيح. كلهم كذا، خصوصا لما يكون خبر اكيوريت يعني دقيق وكذا كذا، الاقي من امريكا ويمكن تفاجئ انهم زوار بالالاف. انا حتى المكنة هذه تسخن من كثرة البوستر، نشيط سفرات من كثرة الزوار عليها. يعني يصل الزوار 200-300 ألف في الليلة وكذا. على الآن أيضا بالواتساب ترسلها الساعة 11 يقروها، سواء كان بالسعودية سواء كان يعني مثلا بالسعودية كان وصل توزيعنا كميات كبيرة، بس متى يوصل؟ يوصل حوالي الفجر على بال ما تطلعها وكذا كذا، الساعة 11 يكون يلا تكون بالسوق. أيضا تكون بالظهران مبكر، تلاقيها بالرياض متأخرة، تلاقيها ببريدة أو بالقصيم مختلف، جدا مختلف لأنه صار. لكن الآن الواتساب سهل عملية وسهل العملية وريحنا أيضا في الإنفاق على الورق، طباعة الورق. أنا اليوم أطبع للسوق الكويتية، خارج السوق الكويتية أنا أطبع بالواتساب. بالواتساب على طول الواتساب والإنستغرام عندنا صور بعد بنشوفها. كنا نخشى إنه الإعلان يتأثر، ما تأثر الإعلان. أستاذنا يعني مع السفر والتجارة لكن ما تأثر. مع السفر والتجارة والمتابعة والمطالعة والقراءة والكتابة العائلة لها نصيب، ومعنا صورة لحضرتك مع أحفادك نشوفها مع المشاهدين. الياسي هذه صورتك مع أحفادك الله يخليها لك.
نعم. نشرت هذه الصور في الانستغرام. هذه بنت مشعل الأولية عليا والياسي الصغيرة عليا. هذه بنت سطام من في البحرين. من هم يحب الصحافة والإعلام؟ ما طلعوا على يدهم؟ ولا واحد. ما يحبون؟ ما حاولت. بس كلهم يعني بمهمات تجارية مشتغلين بس بالإعلام ما حبوا. يمكن شوف الإعلام صناعة. نعم. ممكن يكون إدارة، ممكن يكون متابعة خبر، ممكن يكون كتابة. نعم. ممكن تكون متابعة أشياء فنية في الكار. يعني لما تقولي صناعي إعلامي لازم يشمل المهن هذه كلها. نعم. لازم يكون كاتب عارف المطبعة شن هي، عارف التسويق للتوزيع والكذا، عارف الربح والخسارة في هذا الموضوع. أنا حقيقة ابتديت من المطبعة في كذا، وفن الكتابة أنا كان موجود معي من الدراسة. نعم. ما كان يعني ما كان مستحدث، كان يعني من الدراسة، ويعني كان فن الكتابة وفن السب تايتل هذه أو المانشيت هذه. الحمد لله عندي في قدرات. نعم. يعني عندنا قدرة إني أستفز أي قارئ يقرأ. صحيح. نعم. أكيد استمتعنا باللقاء معك، وما ودنا نختم الحديث وياك، بس ودنا نعرف شنو كان فطورك اليوم. ما شاء الله عليك بين تنسيق الوقت والنشاط بالتواصل الاجتماعي والمحافظة على الصحة والأكل والرياضة. لا إله إلا الله. ما تخاف من العين؟ لا عيني باردة. بس ما شاء الله ودنا نعرف شنو سر المحافظة على الأكل والرياضة؟ لا شنو فطورك؟ شوف أنا من يأكل في الأكل، بس أنا أتمتع بالنظر للمائدة. نعم. لكن ما بأحشيها في المعدة. نعم. أتمتع في منظر. خليك بقى شوي ويانا، أكيد إحنا متشرفين اليوم بوجودك. الحديث معاك ذو شجون، الوقت يمكن كان قصير، لكن أتمنى منك وعد تكون معنا إن شاء الله مرة ثانية في غبقتنا هذه المجتمع. إن شاء الله. شكرا لك أكيد، وراح ننتقل معاكم إلى فقرة من فقراتنا اليومية، فقرة الديوانية، واليوم من ديوانية أبناء صباح ناصر الملة. نشوف معاكم.